قدمت الفنانة رحاب الجمل الكثير من الأعمال الفنية المميزة خلال مسيرتها الممتدة حتى هذه اللحظة، ووقفت أمام كبار النجوم مثل الفنانة غادة عبد الرازق وغيرها من الفنانين. شاركت في فيلم عمر وسلمى في جزئه الأول بطولة الفنان تامر حسني والفنانة مي عز الدين، بالإضافة إلى الفنان الراحل عزت أبو عوف في عام 2007. وتدور أحداث الفيلم حول شاب يدعى عمر يعاني من ترك حبيبته له إلى أن تدخل حياته سلمى، وتحدث بعض المشاكل لهما في بداية التعارف، ويقع عمر في الحب، ثم تحدث بعض الخلافات أيضا إلى أن يتوصل عمر إلى حل وهو الزواج من سلمى. قدمت دور في مسلسل الهروب بطولة الفنان كريم عبد العزيز والفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، وجسدت شخصية أخت محمود في المسلسل الذي تدور أحداثه حول شاب مصري حرم من التعيين كمعيد في الكلية بأمر من أمن الدولة بسبب نشاطات والده السياسية وبسبب شقيقه الذي ينتمي إلى جماعة 6 إبريل، الأمر الذي أدى إلى متابعته من قبل السلطات واعتقاله في أكثر من مرة لاشتباههم في صلته بالأنشطة والحركات المعادية للنظام. وشاركت في فيلم عبده موتة مع الفنان محمد رمضان والفنانة حورية فرغلي، بالإضافة إلى الفنان سيد رجب، وتدور أحداث الفيلم حول شاب فقد والديه في ظروف غامضة، الأمر الذي جعله يستخدم قوته لفرض الإتاوات على سكان المنطقة التي يسكن فيها، في الوقت الذي تتعلق فيه بنت من الحارة وتتطلع للزواج منه، وعلى الجهة الأخرى تقع الراقصة ربيعة في علاقة غير شرعية معه. يحاول عبده بسبب هذه الحادثة تغيير نمط حياته، إلا أنه لكل شر نهاية حتمية. جسدت أيضا شخصية عبير في مسلسل البرنس مع الفنان محمد رمضان والفنان أحمد زاهر، بالإضافة إلى الفنانة نور، الدور الذي يعتبر من أشهر الأدوار التي قدمتها النجمة رحاب الجمل. وتدور أحداث المسلسل حول محمد رمضان الذي يعمل سمكري في ورشة والده، وبعد وفاته تحدث مشاكل مع أشقائه الستة حول الميراث الذي تركه والدهم، لكنه يدخل السجن بسبب قضية من تدبير أشقائه. وبعد الخروج من السجن يسعى محمد رمضان للانتقام من أشقائه الذين قتلوا ابنه وزوجته. أما عن حياتها الشخصية فالفنانة رحاب الجمل أخفت زواجها وكل تفاصيل حياتها، فهي تحب أن تبقي حياتها الشخصية بعيدة عن الصحافة والإعلام أو حتى مواقع التواصل الاجتماعي، لكن إحدى المواقع رصدت صورة تجمعها بابنها أدهم على أحد حساباتها على السوشيال ميديا، الأمر الذي حصد الكثير من الإعجابات والتعليقات التي تمدح وسامة ابنها. وتعتبر رحاب الجمل ابنها هو المستشار لها في اختيار الأدوار التي تقدمها في السينما أو التلفزيون، كما أنها لا توافق على أي عمل فني إلا أن تحصل على موافقته، لدرجة أنه رفض دورها في مسلسل الأسطورة لكونها قدمت هذا الدور من قبل منعا للتكرار. كشفت الفنانة رحاب الجمل عن تعرض ابنها أدهم لحالة تحرش من قبل مدرس شاذ في المدرسة التي يدرس بها، وهي تدير معركة على حد قولها مع المدرس والقضاء لأخذ حق ابنها لكن دون فائدة. وصرحت خلال مداخلة تليفونية مع برنامج صحي النوم الذي يقدمه الإعلامي محمد الغيتي والمذيع عبر قناة LTC أنها قدمت بعمل محضر لإثبات الحالة مع أولياء الأمور وأن الموضوع قد تحول لمصيبة كبيرة، وأضافت لم نجد حل سوى الحديث عن هذه الواقعة في البرامج ولم يتم أي حل من الحكومة، مؤكدة أنها ستتصرف بنفسها، قائلة سوف نأخذ حق أولادنا واللي هيمس شرف أولادنا هنجيب رقبته لأننا لم نجد حل، وأن الوزارة تعاقب المدرس الشاذ بتوجيهه للمحافظات والقرى وهذا عقاب فاشل. تعتبر الفنانة رحاب الجمل الفنانة القديرة إلهام شاهين قدوتها في عالم الفن والتمثيل بسبب اختيار وتقديم الأدوار التي تناسبها، كما أنها تلعب هذه الأدوار بشكل جيد. أما عن صديقتها المقربة داخل الوسط الفني فهي تعتبر الفنانة فيفي عبده من أقرب الأشخاص إليها بسبب المساعدة الكبيرة التي قدمتها فيفي عبده لها لدخول عالم التمثيل، كما أنها لم تكن صداقتهم فنية فقط
بل قامت فيفي عبده بحل مشاكلها الشخصية أيضا في بعض الأحيان.